مسألة: أيهما أفضل في حق المسافر، أن يبقى صائما أو يفطر؟ الجواب: اتفق العلماء على أنه يجوز له أن يفطر، فالمبحث ليس في الجواز من عدمه، وإنما البحث في ماذا أيها الإخوان؟ ها، في أيهما أفضل، فنحن نبحث في الفضيلة فقط. اختلف العلماء في هذه الفضيلة على ثلاثة أقوال على طرفين ووسط، وخير الأمور أبساطها. فظاهر مذهب الحنابلة عندنا وهو المشهور أن الفطر يرغب فيه الإنسان مطلقا، سواء شق عليه الصوم أو لم يشق عليه، ويستدلون بالأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في سفره، وقال ليس من البر الصوم في السفر، وقال لبعض الناس لما شق عليهم الصيام واستمروا وتساقطوا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر لما سقوا الركاب وضربوا الخيام. بينما ذهب الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم إلى أفضلية الصوم مطلقا حتى مع وجود المشقة المحتملة، فيرغب له أن يبقى صائما، ولكن القول الوسط هو الأصح إن شاء الله، وهو ما ارتضاه الإمام ابن المنذر، وهو رواية أيضا عن بعض أصحابنا، قالوا بأن الأفضلية تختلف بوجود المشقة من عدمها، فإن كان طريق سفره يسيرا خفيفا ووسيلة السفر فارهة وبراد كطائرة أو غيرها تقطع المسافات الطويلة في مدة يسيرة ولا مشقة ولم يشعر بالجوع ولم يشق عليه شيء، فحينئذ كونه يبقى صائما هذا الأفضل في حقه. وأما إذا شق عليه الصوم وجف ريقه واحتر حلقه وكان محتاجا إلى بذل جهد أكثر فامتنع من بذل هذا الجهد بسبب أنه صائم أو أوصله الصوم إلى أن يعني يعطل حاجاته، فبعض الشباب يذهبون إلى مكة وهم صائمون في عز الظهر ما يستطيعون يدوروا شقة لأنهم إيش؟ زدهم واصلين حدهم من الظما، وتلقاهم لا يستطيعون أن يخشعوا في طواف ولا يخشعون في سعي، ومتى ما انفرغوا من السعي إلا ويتساقطون على ظهورهم ينتظرون غروب الشمس، وما الداعي لهذا كله؟ فالأفضل في حق هؤلاء الفطر، فإذا لم يشق عليك الصوم فاستمر، وإن شق عليك فأفطر فإنها رخصة. وهذا القول تجدونه يجمع بين جميع الأدلة الواردة في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السفر أنه صام وأفطر، ولم يقل ليس من البر الصوم في السفر، ولم يقل أولئك العصاة، إلا في حق قوم إيش يا جماعة؟ شق عليهم الصيام مشقة أوجبت لهم ما أوجبته مما ذكره الراوي في هذا الحديث في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. الذي قال ليس من البر من الصوم في السفر ثبت عنه، انتبه، ثبت عنه في حديث أبي ذر أن قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الصحيح قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فكل هذا محمول على هذا التنويع والتفصيل المفرق باعتبار وجود المشقة من عدمها. لكن لو أفطر أصلا بلا مشقة فإنه جائز. وضحت هذه المسألة؟ هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة.